اهلا وسهلا، اسعد بصحبتكم من جديد في الملف الاحمر وبصحبتي كل من الدكتور محمد عزلفة عضو مجلس الشورى سابقا، والاستاذ خالد البابطين المحامي والمستشار القانوني، بالاضافه الى زميله هنا علوني الزميله الاعلاميه الرياضيه. ابدا في المحور الثاني مع الزملاء خلف الكنترول. الاولمبياد على الابواب، ايضا نظام الاولمبياد حسب ما نسمع الان يطالب بمشاركة المرأة أو حرمانك من المشاركة في الأولمبياد. هذا واقع نطرحه شئنا أم أبينا، واقع أمامنا، يجوز لنا ما يجوز لنا هذا أمر ثاني، لكن احنا في الملف الأحمر نطرح الواقع. تقرير الزملاء ثم أعود. في السنوات الأخيرة ظهرت على السطح قضية مشاركة المرأة في الرياضة السعودية، وتعالت الأصوات ما بين مؤيد ومعارض، وفي كل حين يتجدد الجدل حول ذلك. يقول البعض بأن مشاركتها شرف لتمثيل الوطن في المحافل الدولية، وأن هذه الرياضة قادمة بقوة في جميع الأنشطة وستحقق إنجازات كما حدث في الفروسية وغيرها. وهناك أندية نسائية تمارس فيها بعض الألعاب الرياضية، وبطولات تنظم بشكل دوري في مجالي كرة القدم وكرة السلة. الطرف الآخر يؤكد بأن تكون هناك رعاية وإشراف رسمي في صالات مغلقة دون وجود أي اختلاط، وتمارس الرياضة فيما بينهن. أما الطرف الثالث يرى بأن الرياضة لدينا لا زالت مستمرة بالإخفاقات في المحافل الدولية، وكيف للمرأة أن تحقق ما عجز عنه الآخرون. وبين هذا وذاك، وجدت المرأة نفسها حائرة أمام العديد من الإشكالات المرتبطة بالرياضة. فهناك من يرى أن انخراط الجنس الناعم لا يناسب الكثير من التقاليد والأعراف الاجتماعية، ويعتبر خروجا عن المألوف، على الرغم من أن هناك العديد من السيدات شاركن في الفروسية والحديث عنهن كان غائب. ولكن ما أن حملت الأنباء للجميع حمل السعودية ريم العبد الله للشعلة الأولمبياد 2012، عادت دوامة الجدل ما بين المعارضة والمؤيدة لذلك. اهلا وسهلا بكم من جديد، شكرا للزملاء تابعنا تقريرهم. مره اخرى نحن نطرح قضيه ساخنه، لا نتبنى راي بل نناقش الوضع، هذا واقعنا نناقشه بكل جراه من خلال الملف الاحمر، والراي في الاخير لصانع القرار واكيد للراي العام شارعنا الرياضي. من خلال الملف الاحمر ايضا ومن خلال الشركه متعاونه عملنا استطلاع، يس اور نو، يعني من وجهه نظرك ترى ملائمة المشاركة أو عدم ملائمتها؟ هذا التصويت من خلال الرأي عام فقط، حببنا أن يكون له أيضا وضع في هذا البرنامج. أتابع التصويت. كيف ترى مشاركة المرأة في الأولمبياد؟ 70% غير مؤيد، 25% مؤيد لذلك، 5% لا يهتم. خمسة بالمئة فقط لا يهتم، أما البقية أدلوا بدلوهم حول هذا الموضوع تحديدا. خلينا نبدأ معك هناء بما يتعلق بهذا النقطة تحديدا، وأيضا كان الأمير نواف أعتقد تصريح بالأمس في أحد المؤتمرات أو شيء أنت حضرتي، تفضل. كان في مؤتمر في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب، صرح تصريح وخص، يعني قال هو يمكن ما هو في وقته بس الآن لازم أتكلم فيه. السعودية لا تتبنى مشاركة المرأة في الأولمبياد، ولكن في السابق قال من 20 سنة ونحن ندعى للمشاركة في الأولمبياد ولا يوجد لدينا أندية ولا نشاط رياضي لذلك لم تشارك، ولكن الآن هناك مئات، وأنا أذكر نص حديث سمو الأمير، مئات بل ألاف الفتيات يمارسن الرياضة ولكن لسنا تحت مظلة رعاية الشباب. لذلك يعني من اللجنة الأولمبية وجهت لهم دعوات، رغبنا أم أبينا هم سيشاركوا، لكن يعني وهنا يعني البداية كانت نص كلام الأمير،
لكن مضمون الكلام هم سيشاركوا بدعوة رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية، فانضمامهم تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية ليتقيدن بالشروط والألعاب التي تسمح بالحشمة والحجاب، لذلك سينضموا وسيكونوا تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية. هذا ما سيتم في أولمبياد لندن 2012. نعم. هذا نص ما ذكره سمو الأمير، نص التصريح أن هناك لاعبات سعوديات، لاعبات وخص بالذكر مقيمات أو مبتعثات في الخارج، خارج المملكة، يعني خص بهذه المعلومة أنهم سيكونوا من المبتعثات. فمن الأفضل أن تمثل تحت نعم. تحت مظلتنا لتلتزم بشروط الدولة، دولة يعني خصوصية المملكة وأنظمتها. وش خصوصية المملكة؟ يعني ممكن تمثل بلا حجاب إجبارا أن تلعب الألعاب. هي ممكن أن تشارك، يعني المفهوم من تصريح الأمير ممكن تشارك أوتوماتيكلي من خلال بدون اللجنة، بس لكن بدون عشان نضبطها بالضوابط الدينية تعرف. نعم. كذا عن هذا بالقيود اللي سمي. لا عشان من الأفضل أن تكون تحت يعني بإمكانه يشطب يعني. بما معنى كلام الأمير، هل تشطب الرياضة السعودية أو نضمها تحت مظلتنا ولا تشطب؟ يعني أيهما أفضل؟ وهي هتشارك، ستشارك قبلنا أو لم نقبل. إذا ضمت تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، أنا بفهم كيف. نعم. ستشارك بدعوة من اللجنة الأولمبية الدولية. كيف ما فهمت؟ دلما ملحس عندما شاركت أولمبياد الشباب شاركت بدعوة رسمية. دلما ملحس حاصلة على 13 ذهبية في أوروبا، مقيمة في أوروبا، حصلت على 13 ميدالية ذهبية وبرونزية وفضية. وجهت لها دعوة شخصية للمشاركة في أولمبياد الشباب وحصلت على برونزية أولمبياد الشباب. هل في أي لعبة هذه؟ الفروسية. الفروسية. قفز الحواجز. نعم. في ميدان له جماهير ولا كذا؟ نعم. على نحو مختلف. يجوز له. طبيعي يعني، هل حيكون لها مضمار خاص بها؟ لا طبيعي. لا ذكرتوا أنتم أو في التقرير قالوا والله مغلقة، ما مغلقة. أنا سمعت. هناك ألعاب. ننقل الصورة للناس بعد. ما أقيمت دورة في الشارقة نسائية كانت مغلقة نساء. يعني شفت كيف مغلقة؟ ايش التخلف هذا يا دكتور؟ اقيمت انا اكلمك على هذا خليجي. شلون كويس؟ هذا شيء اذا جاء دوري في الكلام ابدي رايي. لا بس انا لا انت خالد انت تحاول تنقل ال انا ابغى انقل الصوره بشكل لا عشان انا ابغى اسمع رايك قانونيا. انا ابغى بامكان اللجنه الاولمبيه. دعك من رايي بقى عبد الله، ابغى افهم لغه خالد. خالد الرجل يتكلم بس بلغه غير مفهومه. يا اخي انا اتكلم عن نفسي. انت تحاول معي قانونيا. الرجل يسالك عن قانونيه الاشياء، قانونيا او شرعيا. هل بامكان اللجنة الأولمبية أن تشارك أي أحد أو توجه رسم دعوات رسمية لأي أحد حتى بدون اعتراف اتحاد بلادها؟ لما ذكرت يعني في مكان خاص وقال يعني في حظيرة. لا هذا فأنا أبغى أفهم معنى حتى هذا التقرير كان عن الشارع الرياضي ونظرة الشارع الرياضي. بالنسبة للقرار هذا يعني حتى قرار غريب، يعني هي ستشارك لكن نبغى نخليها عن طريقنا حنا على أساس ما نشطب. جيد. أنا طيب من البداية أنتم تبنوا الموضوع يعني. من البداية ليش رافضين؟ ليش تقول والله خلهم انشؤوا أندية للبنات زي كذا؟ طالما الموضوع ترونه عادي، لكن لأنهم يعرفون مسبقا بأن من المستحيل، مثل ما ذكر بعض العلماء في البلد هنا، أن من المستحيل التوافق فيما يتعلق بالمرأة، التوافق مع أنظمة الفيفا أو أنظمة الأولمبيات، فبدون ما يكون في تعارض صريح مع يعني النظام العام والنظام الأساسي وأنظمة وسياسة الدولة. إذا قلنا إحنا والله إن الحرمة بتشارك زين بضوابط معينة وكيف خالد لدي آراء متعلقة بهذا الأمر. أنا أسألك قانونيا وشرعيا، هل يجوز اللجنة الأولمبية أن تستدعي أي أحد ولا لازم يكون من خلال الاتحاد؟ لا أنا أعطيك باختصار، لأنها تستدعي ناس من وتتبناهم، هذا والله خاضع الأولمبياد وعلاقة، لكن ما عندي المانع. الأولمبياد لها طريقتين. لكن أنا أتكلم عن إذا صدر قرار إداري من اللجنة الأولمبية فيجب على القرار هذا أن يكون مشروع من صادر من مختص. إذا صدر من اللجنة الأولمبية؟ إذا كان صادر قرار من اللجنة الأولمبية بمثابة قرار إداري. أولمبية محلية ولا أولمبية؟ للمشاركة أو زي كذا. لأحداث أثر قانوني سواء داخل المملكة أو خارج المملكة من خلال مشاركة في مسابقة رسمية أو زي كذا، لابد أن يسبغ على هذا النظام المشروعي. طيب. وإلا جاز للجميع أن يعترض عليه وإلغاءه.
شكرا. انا بوجهه نظر قانونيه فقط. الشرعيه ما تستخدم خالد. الشرعيه الشرعيه من القران والسنه وانظمه البلد. خالد معي دكاتره بيشاركون ربما اكثر باع مني ومنك في هذا الامر. انا فقط استفيد من تواجد قانونيا يعني. الله يحييك. كيف وجهه نظر قانونيه او شرعيه هذا النظام من ذاك؟ اسعد بصحبه الاستاذ الدكتور محمد السعيدي استاذ اصول الفقه في جامعه ام القرى. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لتجاوبك معنا في هذا البرنامج وبهذه الجزئيه تحديدا. دكتور حياك الله يا اخي وتحيه لضيوفك وللمشاهدين جميعا. دكتور اهلا وسهلا دكتور. يمكن سمعت التقرير وسمعت ايضا ما هو متطلبات هذا الامر وسمعت تصريح الامير نواف ما يتعلق بانه يوجد من الاخوات السعوديات المتواجدين في الخارج وممكن ان يشاركوا، فمن الافضل ان يشاركوا تحت مظلتنا افضل من ان يشاركوا بدعوه خاصه. نعم. انت بارك الله فيك سؤال حول تخصص الشرعي او حول التقرير وما سمعته قبل قليل. أبغى التخصص الشرعي ورأيك فيما سمعت. أبدأ برأيي فيما سمعت. رأيي فيما سمعت أن الأولمبياد مسابقة دولية بمعنى أنها تتبناها دول وتدعى إليها دول وليست مسابقة فردية. هناك مسابقات فردية وهناك مسابقات دولية. فتخصيص الدول المملكة العربية السعودية بأن يدعى نساؤها فقط بمعزل عن الدولة وبمعزل عن نظام الاتحاد السعودي الرياض أعتقد أنه هو من الالتفاف، نوع من الالتفاف فقط ولا يقصد به حقيقته، والجميع يرفض الحيلة سواء أكانت الحيلة من قبل الاتحاد الرياضي السعودي أم من قبل اتحاد الفيفا الدولي أو من قبل لجنة الأولمبياد. قضية أخرى أو نقطة أخرى أحب أن أنبه لها أنني أدعو إلى أبعد من ذلك، أدعو المملكة العربية السعودية و خادم الحرمين الشريفين الخصوص أن يتبنى دعوة لدول الشرق عامة سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية لمقاطعة الأولمبياد بشكل عام. لماذا؟ لأن الأولمبياد ليس محفلا رياضيا طبيعيا وإنما هو رمز لانقياد العالم للحضارة الأوروبية، ولذلك رمز له بالأولمب، جبل الأولمب الذي هو موطن الآلهة اليونانية. فالبعد الحضاري أو البعد الفكري لمسابقة الأولمبياد يجعل أو يحتم على جميع دول العالم التي لا ترغب أن تكون تبعا أو مشمولة بما يزعم الأوروبيون أنهم حققوه في هذا العالم، أن يجعلوا العالم تبعا لهم فكريا وسياسيا ورياضيا وتبعا لهم في كل شيء. يحتم هذا المعنى الذي أذكره، يحتم على هذه الدول أن تقاطع هذه الأولمبياد لهذا الرمز طيب. الذي ذكرته هذا رأيي وانطباعي حول ما سمعت. أما وجهة النظر الشرعية التي ترغب أن أقولها لك، أنا أتصور أن مشاركة المرأة في الرياضات العلنية بشكل عام هذه المشاركة لا أعتقد أو لم أكن الحقيقة أتصور أن يأتي يوم ويقع سؤال عنها لا سيما على مستوى إسلامي، لأن تحريمها من المعلوم من الدين بالضرورة وليس مما يسأل عنه، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة لأننا نحن جميعا نعرف واقع الرياضات الدولية الرياضات العالمية حتى المحلية في بلدان العالم الأخرى، نعرف واقعها ونعرف واقع المرأة فيها. فقضية أننا نحاول الاحتيال لكي نصل إلى مثل هذه الرياضات ونتعلق بهذه الرياضات ونحن نعلم أنها معلوم من الدين بالضرورة، الكل يعلم، حتى الأخت التي تدافع قبل قليل عن هذا الأمر قالت لو أننا شاركنا بموجب نظام المملكة العربية السعودية لشطبنا، فهي تعلم يعني علما يقينيا أن هذا الأمر محرم ولا يمكن أن تنصاع له مؤمنة. نعم. الدكتور محمد السعدي أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى، شكرا لك دكتور. بارك الله فيك. طيب سمعنا هذا الراي، عشان كذا كنت خالد اقول لك عطني الراي، هات لي انت وجهه نظر قانونيه فقط، لان لدي من هم اكثر بلاغه يعني او اكثر علم. في حاجه ودي اضيفها لك انا بالنسبه للامور القانونيه عندنا في البلد، الشريعه ركن منها. طيب ما نقدر نقول والله احنا نتكلم في القانون، ما نتكلم في هذا. لا تبعدنا بعيد، الله يرحم والديك.
تقد تقولنا ما لم نقل، لا لا لا. ولا حتى كذا وتخلينا كنا تصورنا كنا ضد الشريعه لا سمح لا الله. لا لا معاذ الله، انا اسالك شرع قانونيا خالد كرجل قانوني ومحامي، ما هي وجهه نظر فقط انا اقول وجهه نظري طالما انه يتعارض مع الشريعه فهو باطل. بيض الله وجهك بس محسومه يعني بيض الله وجهك فضلا عن امور اخرى يعني، لكن بالذات في الشريعه خالد هذا ما هو برنامج ديني، اعود واكرر ما هو برنامج ديني، برنامج رياضي نناقش واقع. في هذه الجزئيه استفيد من تواجدك في شرعيته، وايضا استفيد من هم اكثر علما مني ومنك، مثل ما كان معنا الدكتور محمد قبل شوي وتحدث في هذا الجزئيه. اعود من جديد الان، اعيد واكرر بان احنا من خلال الملف الاحمر نطرح واقع، لا نتبنى ولسنا مع أو ضد، نطرح واقع، واقع مشاركة في الأولمبياد 2012 كنا نسمع عنها في السابق وتؤجل يؤجل البث فيها إلى ما جاء الحسم 2012 يجب أن تشارك. فنناقش هذا الواقع من خلال يجب أن تشارك. أعود مرة أخرى، تفضل أسمع منك دكتور، تفضل دكتور محمد. الواقع مثل ما تفضلت نحن نناقش قضايا يعني رياضية بحتة من منطلق أننا جزء من هذا العالم، أننا مؤسسين للحركة الرياضية على مستوى العالم ومن المؤيدين والداعمين لها. لدينا شريحة كبيرة جدا من أبناء شعبنا سواء رجال نساء أو ذكور من المعجبين جدا بالرياضة، ومن حقهم أن يكون لهم هذه المشاركات على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. ميزنا أنفسنا من خلال الرياضة، يعني أصبح لنا موقع على مستوى خارطة الرياضة العالمية. الآن نحن أمام محك، محك فرض علينا بسبب عادات وتقاليد وفهم خاطئ للدين فيما يتعلق بالرياضة وحقر المرأة في الرياضة. هل تدري أنه على سبيل المثال يعني الرياضة للمرأة في داخل مدارسها، في داخل مدارس البنات، الرياضة للبنات في داخل كليات التربية للبنات أو الجامعات النسوية. هل معقول مثلا البنات اللي يسووا الإشكال في جامعة الملك خالد لما تحشر 6000 7000 8000 بنت في مكان معين منقطعين تماما عن في أثناء الساعات اللي يكونون فيها بوجود هذا المكان، حتى حق الاستمتاع بالحق الطبيعي للإنسان أنها تمارس رياضة، تستخدم جهاز، تستخدم شيء من متطلبات حتى الدراسة في الوقت الراهن. أنا أعجبني حديث وكلام لمعالي نائبة وزيرة التعليم في المملكة العربية السعودية قبل يومين بأنه الرياضة ستصبح مادة في كل مدارس البنات، وأننا من الآن سنعمل على إنشاء المدارس مهيئة، مدارس البنات مهيئة بأماكن لممارسة الرياضة، لأن هذا حق مشروع لهذه الفتاة. أنا من الذين كنا وربما سبب حملة بعض الأخوان الذين يحملون نفس الآراء اللي يحملها الأخ خالد علي منذ أن كنت مجلس الشورى، أني كنت من الذين يقولون ولماذا تحرم الفتاة من ممارسة الرياضة. المواطن السعودي جالس يطالع يمين يسار في كل الفضائيات ويشوف هالنساء الرشيقات وكذا كذا كذا ويقول أبغى مرتي زوجتي تصير زيهم، بينما هي مسكينة مصابة بالسمنة ومصابة بالسكر ومصابة بالبلاوي، لأن حتى الرياضة في داخل إطارها في داخل مكانها في داخل مدرستها في داخل جامعتها يقولوا أيضا من وجهة نظر شرعية تفسير خاطئ للشرع، من وجهة نظر شرعية يقولوا إنه تفسير خاطئ للشرع إنها لا يجب أن يكون لها مدربة رياضية، لها صالة رياضية، لها حق تمارس الرياضة. الآن نحن على مستوى أما أن نبقى مشاركين في المباريات الدولية وإلا أن نشطب. إذا كان هنا الأمير فيصل من خلال الأمير نواف من خلال كلام اللي نقلته الأخت هنا يعني يبحث عن مخرج أمام من؟ احنا لا نريد ان نسمع راي الاخ الدكتور محمد السعيدي، انا اعرف رايه مقدما ولذلك انا طيب. لا استغرب ابغى اوقف عند المخرج اللي ابحث عن امين نواف بن فيصل من خلال حديثه او تصريحه امس. فاصل ثم اعود من جديد لتكمله هذا المحور.